أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التصوير؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم التصوير؟ هل يخفى عليكم حكم التصوير؟ مع أنه فيه الأحاديث الصحيحة الواضحة في المنع والوعيد عليه، وأيضا فيه ألفت فيه رسائل وألفت فيه مؤلفات، أصبح الأمر واضحا لا لبس فيه أبدا، وفي فتاوى أهل العلم المدونة ما يحتاج إلى أنه يسأل عنه الآن، اطلع أنه حرام ولا يجوز إلا عند الضرورة، إذا اقتضت الضرورة فيقدر بقدر الضرورة، وأما التصوير للفن أو للذكريات أو هذا لا يجوز.